السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم عندنا هذا السؤال الموجود قدامكم x ناقص y زائد 2 يساوي 0 يمس منحني القطع المكافئ y تربيع يساوي ايج x المطلوب إيجاد قيمة x بحيث تبقى هذه المعادلة معادلة قطع مكافئ المستقيم يمس القطع المكافئ أي أن مشتقة المستقيم ومشتقة القطع عند نقطة التماس يكونان متساويين حتى نقدر نوجد قيمة H نلاحظ أنه عندنا ثلاث متغيرات X و Y و H لذلك ما نقدر إحنا نحلهم بمعادلتين مباشرة نحتاج نوجد معادلة ثالثة حتى نقدر نحل هذا السؤال أو إيجاد قيمة X أو Y أو H الطريقة الأولى راح تستند على أنه مشتقة المستقيم ومشتقة القطع المكافئ عند نقطة التماس هي متساوية هسه نجي نشوف اذا عندنا معادله المستقيم هذا موجودة بالسؤال x ناقص y زائد 2 يساوي صفر منها اقدر اوجد قيمه y انه y تساوي لنا x زائد 2 هسه اشتقها مشتقة ال y راح تكون dy على dx يساوي مشتقة الإكس x واحد مشتقة الثابت صفر لذلك فإن dy على dx يساوي لنا واحد الآن نأتي إلى معادلة القطع المكافئ ايضا راح اشتق طرفينها طبعا راح تكون اشتقاق ضمني 2 واي دي واي على دي اكس يساوي لنا ايج لان مشتقه الايج اكس هي ايج فقط من هاي المعادله بعد ما عوض قيمه دي واي على دي اكس اللي وجدتها من مشتقه معادله المستقيم راح احصل على انه ايج تساوي لنا 2 اكس زائدا 2 هسا راح اجي اعوض قيمه ايج اللي وجدتها بمعادله القطع المكافئ وقيمه واي ايضا الموجوده عندي من المستقيم اللي حصلتها راح اعوضها بمعادله القطع المكافئ لذلك راح تصير عندي واي تربيع راح تصير عندي اكس زائد 2 تربيع يساوي مكان ايج راح اكتب 2 مضروبه في اكس زائد 2 وقيم الاكس ايضا تنزل بهذا الشكل هسه راح افتح الاقواس مربع الأول اكس تربيع زائد 4 اكس زائد 4 يساوينا 2 في اكس والاكس الأخرى 2 في اكس تربيع زائد 4 اكس 2 في 2 4 في اكس 4 اكس اختصر 4 اكس من طرفي المعادلة انهم يحطون نفس الاشارة وأحول الاكس تربيع من هذا الطرف إلى الطرف الآخر تصبح لدينا آه ناقص اكس تربيع 2 اكس تربيع ناقص اكس تربيع تساوي لنا اكس تربيع ومن الطرف هذا يبقى لدينا فقط 4 الان ناخذ الجذر التربيعي للطرفين 4 يساوي لنا اكس تربيع نحصل على انه اكس يساوي لنا موجب سالب 2 هسه راح اخذ كل مره حاله بشكل عندما اكس تساوي لنا سالب 2 راح اعوضها بمعادله المستقيم الموجوده عندي بالسؤال حتى اوجد قيمه واي منها بعد التعويض راح احصل على انه قيمه واي تساوي لي صفر هسه في معادله القطع المكافئ راح اعوض قيمه واي وقيمه اكس حتى اوجد قيمه اتش قيمه واي تساوي لنا صفر واي تربيع يساوي لنا صفر وقيمه اكس تساوي لنا سالب 2 لذلك فهذا المقدار راح يصبح سالب 2 اتش اقسم على سالب 2 راح احصل على انه اتش يساوي لنا صفر وهاي الحاله راح تهمل قيمة H تساوي لنا الصفر تهمل لأنه هاي القيمة اللي موجودة عندي ما راح تخلي معادلة القطع مكافئ تبقى معادلة قطع مكافئ لأنه راح تصبح واي تربيع يساوي لنا الصفر في X أي أن Y تربيع يساوي لنا الصفر وهي ما تمثل معادلة قطع مكافئ لذلك راح نهمل قيمة H الموجودة عندنا في هاي الحالة أما إذا كانت X يساوي لنا موجب اثنين أيضا راح أعوضها بمعادلة المستقيم ومنها راح أوجد أنه قيمة واي تساوي لنا أربعة. أيضا نفس الحالة الأخرى راح أعوض قيمة إكس وقيمة واي في معادلة القطع المكافئ المعتاد حتى راح أوجد قيمة إيج تساوي لنا 8، وهذه الحالة راح تكون أو يكون عندنا قيمة إيج تساوي لنا 8، وراح يكون عندنا القطع المكافئ معادلته تساوي لنا واي تربيع يساوي لنا 8 إكس، وهي معادلة قطع مكافئ. عندنا هسه طريقة أخرى لحل نفس السؤال. الطريقة الأخرى ما راح نحتاج انه نوجد معادلة اخرى من المعادلتين راح نستخدم خاصية من خواص المميز مميز معادلة من الدرجة الثانية من معادلة المستقيم راح اوجد قيمة y يساوي لنا x زائدا 2 راح اجي اعوضها في معادلة القطع المكافئ الموجودة عندي راح يصير عندي مكان y تربيع راح يصير عندي x زائد 2 تربيع يساوي لنا h x افتح التربيع الموجود عندي هنا راح يصير عندي x تربيع زائدا 4x زائد 4 يساوي لنا edge x احول الايج إكس x الى الطرف الاخر راح يصير عندي x تربيع 4 ناقصا edge الكل مضروبه في x زائد 4 يعني بهذه الطريقه خليت المعادله بالصيغه العامه المعادله من الدرجه الثانيه منها راح استنتج انه قيمه a تساوي لنا 1 اللي هي معامل x تربيع وقيمة B تساوي لنا 4 ناقص H اللي هي أيضا معامل X وقيمة C تساوي لنا موجب 4 راح أجعل أنه مقدار المميز يساوي صفر شنو السبب؟ السبب أنه معادلة المستقيم من تمس القطع راح تمسه في نقطة واحدة أي أنه عندي قيمة واحدة لإكس تحقق هاي المعادلة ألاحظ أنه هاي المعادلة تعتمد على X بشكل أساسي وقيمة وH أيضا إذا جعلت X اللي هي جزء أو الإحداثي الأول من نقطة التقاطع أو نقطة التماس فرح نقطة التماس فراح أحصل أنه المعادلة اللي هي بدلالة X أي أن X لازم يكون عندي حل واحد في المعادلة التربية حتى يكون عندنا حل واحد لازم يكون عندي حلان متساويان يعني هو بالواقع حلين ولكنهم متساويين حتى يكونون حلين متساويين لمعادلة تربيعية لازم يكون مميز المعادلة يساوي صفر طبعا مميز المعادلة التربيعية يساوي لنا بي تربيع ناقصا أربعة أي سي راح أجي أعوض القيم اللي وجدتها من المعادلة مكان بي تربيع راح يصير عندي أربعة ناقصا H تربيع ناقصا أربعة الموجودة في صيغة المميز مضروبة في أي ومضروبة في سي وتساوي صفر حتى يكون عندي جذران متساويان. 4 ناقصا h تربيع تنزل و 4 في 1 في 4 تساوي لنا سالب 16، عندي السالب موجوده، احولها للطرف الثاني تصير عندي موجب 16، اخذ جذر التربيع للطرفين راح احصل على 4 ناقص h يساوي لنا موجب سالب 4. ايضا راح اخذ الحالتين. عندما 4 ناقصا h يساوي لنا سالب 4، احول موجب 4 على الطرف الثاني ايضا يصير عندي سالب 4 يصير عندي سالب h يساوي لنا سالب 8 اضرب في سالب 1 راح احصل على انه h تساوي لنا موجب 8 وهي ايضا نفس القيمه اللي حصلناها بالطريقه الاولى وهي تحقق او بتعويضها راح نحصل على معادله قطع مكافئ اما اذا اخذت أربعة ناقص h تساوي لنا موجب 4، من احول هذه الاربعه الطرف الثاني راح يصير عندي 4 ناقص أربعة تساوي صفر، اي ان سالب h يساوي لنا صفر، h تساوي لنا صفر، وهي ايضا تهمل لنفس السبب او لنفس السبب اللي اهملناها بالطريقه الاولى، لانه من راح اعوضها انا ما راح احصل على معادله قطع مكافئ. وبهاي الحالة راح يكون عندي من الحلين انه قيمة اج تساوي لنا ثمانية هي اللي تجعل معادلة المعطاة معادلة قطع مكافئة شكرا لكم